محمد احكي لنا على الجيمر العراقي وعلى اقبال الناس شلونه. احنا هنا كاهو جيمر رسول، عندنا كاهي جيمر جبن مخلمه حليب شاي، حليب بالجيمر والعسل. كاهو الجيمر اكله بغداديه العالم تاكلها الصبح، شلون تحلايه عندهم اكله طيب. زين ليش يعني بالعيد يعني بالعيد لازم الا يكون عندنا طبق الجيمر والكاهي؟ فشي ضروري واساسي من عاده وتقاليد اهلنا، كل يوم عطله جمعه عيد نعم. مجتمعين ياكلون كاهي وجيمر. صار لكم كم سنه بهاي المهنه؟ احنا هنا من التسعينات، من زمن جدي واللي هسه نفس الجوده نفس الاقبال المواطنين نفس الاقبال عليه نفس الاقبال ويزيد ما ينقص. يعني شنو المميز هنا بهذا الجيمر؟ هذا جيمر مو مغشوش، ما محشي، جيمر مال جاموس براس. جيمر مال جاموس شلون تجيبوه؟ يعني انتم تسووه صناعة ايدكم؟ لا مو صناعة ايد، عندنا جماعة هنا بالفضيلية وعندنا بالحلة يجيبونه، عندهم حلال يسوون جيمر صافي خالص. يعني يجيبون الحليب؟ لا لا لا، هم عندهم حلال يعني مثل المعمل نقول خاص لكم يعني هو هذا يجيبوه. يجيبون والكاهي هنا عندنا معمل جوه نسوي طحين درجه اولى زبيد الهاي يطلع كاهي زين. وهسه هنا معروفين كاهي وقيم الرسول. ما شاء الله هلا بيك. زين احنا اللي نريده طبعا اليوم اسيا مكانش خالي طبعا، ومكان زملاء كلهم خالي، راح نتذوق اليوم راح نتريق هنا وراح ناكل الجيمر والكاهي العراقي. طبعا انا همين اريد يعني الجبن كذلك يعني مميز عبالك هنا يمكم، شنو المميز به هذا الجبن؟ جبن عرب هذا درجه اولى ما سيديه، هو معروف الجبن عرب بالاستاذ قراغلي. يعني هذا الانتاج اللي موجود هنا موجود بكل منطقه الصدريه؟ موجود اي، بس اكو يختلف، اكو زين اكو مو زين اكو وسط، احنا نجيب كلها درجه اولى. وهاي الدري هاي كويتيين يجون اماراتيين. لاحظت اني طبعا الاقبال من الاجانب العرب كذلك انه يجون هنا ويذوقون الجيمر.